هل العلامات الملونة الموجودة على أنبوبة معجون الأسنان ليها دلالة على نوع المكونات الداخلية أو محتوى المعجون ده؟ والسؤال ده بقى انتشر على جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي بعد نشر فيديو لإيلون ماسك، واللي كان بيشرح فيه كده عن حاجة اسمها النظرية المظلمة، وقال فيه إن العلامات دي بتبين مكونات المعجون، فمثلا اللون الأخضر بيدل على إنه مصنوع من مواد طبيعية، والأزرق طبيعي مع الدواء، والأحمر مواد طبيعية مع مواد كيميائية، أما الأسود فهو مصنوع كله من المواد الكيميائية. لكن كل الكلام والمعلومات دي غير صحيحة بالمرة، إلا إن الفيديو صحيح والمقابلة حصلت بينهم بالفعل في أكتوبر 2020، لكن الصوت مفبرك بالذكاء الاصطناعي، والصوت كمان مش ماشي مع حركة الفم لماسك. طب أمال العلامات دي بقى موجودة ليه؟ العلامات دي بقى يا سيدي موجودة كجزء من عملية التصنيع والطباعة، ومعروفة صناعيا باسم علامات اللون أو علامات العين، وممكن تشوفها على منتجات كتيرة غير معجون الأسنان، وهي علامات للآلات عالية السرعة اللي بتقطع وتغلف المواد بالشكل والهيئة المطلوبة، وهي بتبين للآلة إمتى يجب القطع أو الطي، فهي حاجة كده لنظام التشغيل وليس لمكونات المعجون. لو عجبك الفيديو ما تنساش بقى تذكر ربنا وتعمل لايك وشير واشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.